في اتجاه خط المنتصف، وبالتالي يوسف احمد ينجح في احراز اول اهداف اللقاء. والحكم الاضافي الحقيقه حكم الخط اشار بان الكره تخطت خط المرمى، اتعملت يوسف احمد السريع، عدى من يونج، عدى ومر وفات وكمل يا رجل، كمل يا رجل، هدف هدف هدف، تخطت بكامل محيطها بسنتيمتر تقريبا او سنتيمترين بس، لازم تتخطى بكامل محيطها.